السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مجددا في قناتي سونا بيجو لتعليم الاكسسوار. اكسسوار جديد تحت طلب البنات اللي قالوا لي ندير لهم أشياء بسيطة جدا اللي ممكن يديروها ويمشوا بها الجامعة المدرسة الخروجات، ما كاين حتى مشكل. اليوم غنديروا يعني كولي بسيط جدا جميل بالنسبة للبنات اللي باغيين يعني ديال الخروجات. غادي نديرو واحد الكولي كيكون شويه لاصق على كيجي لاصق على العنق وكيجي جميل جدا. عندنا الحر، عندنا هنا الجهر الحر. هاد الجهر هذا يعني اختياري، يا يعني اما هاد الجهر هذا ديروه اولا، يعني هاد الجهر اللي كيكون بهذا الشكل هذا كيجي، اما كناخذوه بالعبار او بالخيط، يعني كاين اما هذا يا اما هذا. هذا جهر حر. هنا خاصني الخيط اللي ديال المعدن، هذا الخيط هذا. البنات اللي سولوني عليه راه وليت كنشوف حتى الناس اللي كيبيعوا مستلزمات يعني ديال الخياطه كيكون عندهم، ما كاينش. شريو يعني غير السبيب يكفي، السبيب يكون شويه غليظ 0.4، يعني 0.4 كيخدم لنا مخير. عندي هنا القفيل ديالي، وعندي هنا ليبول اكرازي، وعندي هاد الاكسسوار هذا كيجي على هاد الشكل هكا. ممكن شحال من 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 دي براسلي كنكون شريهم، وكيكونوا عندهم السنسله من لهنا ومن لهنا، وكيكون يعني السنسله اما كتبيض اولا يعني كتقطع ولا شي حاجه. هذه احسن طريقه ممكن نخدموا بها هادو، اما نديروا بها دي براسلي بالعقيق اولا بالجوهر، اولا دي براسلي يعني او دي كولي بالجوهر او العقيق. عندي الماتريال اللي كنخدم به دائما، وغنبدا مباشره غناخذ الخيط اللي يكفيني. هنا انا ديجا قطعته، هذا هو الخيط اللي يكفيني. غادي تشوفوا الخيط التقده ديالو يعني على حسب العنق ديال كل وحده فينا. هنا انا غادي ناخذ غير هاد يعني هاد الكميه هذه، لان هاد النوع من لي كولي كيجي البنات لاصق. راه نتوما عارفين علاش كنهضر يعني، ودابا خارج على الموضه. بسم الله غادي نبدا. اول حاجه غناخذ لي بول اكرازي ديالي، ثم الاكسسوار، وغادي ندخل الخيط. غادي نقاد الخيط ديالي بالميل على الاكسسوار، وغادي نعاود ندخل الطرف ديال الخيط في لي بول اكرازي. شحال مره درنا هاد الطريقه هادي، يعني راه دابا ولات باينه. صافي غادي ندخل الخيط بهذا الشكل حتى، وغادي نجيبو حتى الاخر يعني ديال الطرف ديال الاكسسوار. خاصني نزيرو شويه مزيان. ناخذ البانس اللي كيبريسي ليا، ثم غادي نقاد ونبريسي. غنبريسي المعدن ديالي بهذا الشكل هذا، ونبدا نعمر الجهر. مبدئيا غادي نعمر، غادي ناخذ جهره واحده بحال هكا، وغادي نحاول ندخلها في الخيوط بجوج، يعني الخيط اللي عندي شايط والخيط اللي غادي نخدم فيه بهذه الطريقه هذه. نعاود نرجع الخيط بحال اللي غادي نعاود نرجع الخيط، ولكن غير جهره وحده بهذا الشكل. يجي بشويه لان الخيط شويه غليظ وكيجي زوين في هذا النوع من الخيوط بحال هكا. انا دابا دخلت الجهره وحده، بغيتو تدخلوا اكثر دخلوا زعما ثلاثه جهرات اولا، ماشي ما كاين مشكل، ولا وحده بركه. غادي نقطع هاد الشياطه هادي بهاد الطريقه هادي، ثم غنبريسي غير واحد شويه، وغادي نبدا ندخل يعني نعمر الجهر ديالي عادي. دائما نعمر الجهر من هاد الجهه، وانا كناخذ العبار ديال العنق ديالي باش يجيني مقاد على العنق. الا بغيتو نقول لكم حتى شحال من حبه هنا دخلتني، غادي في الاخر غادي نحسبها معاكم.
ولكن دائما غتزيدوا وتنقصوا على حسب العنق ديالكم. هنا درت 32 حبة، دائما كنقول لكم على حسب العنق ديالكم. هنا درت 32 حبة، شنو غادي ندير؟ العبار اللي خديت ديال الخيط ها هو، غادي ناخد المقص، غادي نقطع بهذا الشكل هذا. فوالا، غنخلي هذه البلاصة لانني خصني نركب فيها القفل. الجهة الاخرى كذلك ومثال، نفس الطريقة نمشي لهنا، غادي ندير نفس الطريقة. ربما نقدر ندير القفل هو الاول، اسهل شكل. انا غندير انا وياكم القفل هو الاول باش يجيكم سهل، ما نديرش يعني خدمة هانتوما. دائما غادي نركب لي بول اكرازي ثم القفل ديالي. هنا انا راه واخده القياس ديال عنقي، كنعاود يعني نقول لكم راني واخده القياس ديال العنق اللي باغيه يعني نخدم فيه. انا بغيتو صغير لبنتي، هذا ديال بنتي. صافي، غادي ندخل عاود في ليبول اكرازي بهذا الشكل، ثم غادي ندخل شحال ما قديت ديال الخيط في هذا الجوهر هذا. البريسي سهل، ما فيش شي حاجه صعيبه اللي غادي نقولوا راه صعيب ولا هادي. انا دابا كنهضر حتى مع البنات اللي بغاو يصاوبوا اشيائهم لراسهم. صافي، انا دخلته دابا هكا، غنبريسي نخلي الجوهر ديالي او العقيق او هذاك يعني اي حاجه اللي كنا غنخدموا بها نخليوها مرخوفه من لهنا. وهذا غادي نرجعو هنا، واخا هاد الجهه راني خدمتها، الجهه الاخرى كذلك ومثال. بنفس الطريقه ناخذ ليبول اكرازي ندخله هو الاول في الخيط، ثم ناخذ الاكسسوار ديالي بحال هكا، ناخذ الاكسسوار وندخله بهذا الشكل. نعاود نرجع في ليبول اكرازي، ثم نرجع نخليه يعني يوصل حتى الاكسسوار. نزير الخيط ديالي مزيان بحال الشكل هذا، عاد نبريسي. ثم بنفس الطريقة ناخد وحدة مبدئيا ندخلها في الخيط وندلها نفس الطريقة اللي درت المرة الأولى. صافي، بحال هكا. هذه ضرورية هاد العقيقة باش كتشد لنا يعني الخيط. ثم ناخد المقص ونقطع على جدر ونبدأ عاود نعمر الجهة الثانية بكل سهولة. صافي، تنكمل الخيط الثاني. صافي، هنا انا كملت، خديت القياس اللي يكفيني يعني القياس ديال العنق اللي غادي نخدم عليه، وانا فكي بغيت الاكسسوار يجيني. وغادي نعاود ندخل بنفس الطريقه لي بول اكرازي بهاد الشكل، ثم غندخل في الخريصة ديال القفل، نعاود نرجع في ليبول اكرازي بهاد الشكل، وغادي ندخل حتى لهنا ونبريسي ونرجع باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكولي ديال اليوم. صافي، هنا حنا كملنا الكولي ديالنا، جا على هاد الشكل هذا، كيجي بهذه الطريقة هذه. سهل سهل سهل، ما فيه شي حاجة صعيبة، كيجي جميل جدا.
وتل بالنسبه للقفيطنات هكا يعني انسان يلبسو مع شي قفيطان حتى هو كيجي زوين. هذا نوع من الاكسسوارات اللي كيجيو لاصقين على على يعني على العنق، ممكن نطولوا فيه واحد الشويه يعني يجينا يعني هكا محطوط على العنق ممكن. اما يعني طريقته هي البنات كيجيهم يعني لاصق كيديروا كيبغيو يلبسوا داك السنيسلات لاصقين، وحتى هذا النوع هذا من الاكسسوارات درته بالجوهر باش يعطي جماليه اكثر، الجوهر الحر باش يعطي جماليه اكثر للكولي ويجي عنده قيمه. كنتمنى يعجبكم الاكسسوار ديال اليوم، غير الى ما بانش في الاكسسوار او الكولي ما بانش مزيان في الكاميرا، هنا عنده هو راه فيه لارجونتي والدوري وحتى البرونز، يعني جا رائع جدا ويتلبس مع جميع يعني لبسات يجي زوين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم والاكسسوار ديال اليوم يعجبكم وديروا بحاله اللي مالا. كنقول لكم دائما ما تنسونيش باللايكات البنات، وما تنسونيش بالاشتراكات اللي كيشوف القناة أول مرة، وتتبعكم لي فوق راسي وعيني. كنقول لكم مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله، وإكسسوار جديد مع سونا بيجو لتعليم الإكسسوارات. في أمان الله.